بيت الكرم والوفاء لحزب الكتائب ومناصريه ومحبيه بيت الصديق جوزيف راشد. لنرحب بالضيف العزيز الشيخ سامي جميل. ونحكي كلمة صغيرة عن مجد لبنان. لقد حللت ضيفا عزيزا وأخا محبا لإخوتك بالله وبالوطن المقيم والمغترب. فقد سمعنا أقوالك وشاهدنا أفعالك منذ زمن، فوجدنا فيك تلك الصخرة التي يبنى بها ومنها وعليها مجد وكرامة واستقلال لبنان. مؤمنون بإله واحدا ووطنا واحدا وشعبا واحدا، شعب لبنان، لبنان المحبة والرسالة والنور والحضارة. وإلى الذين يتهمونك ويهددونك ويتوعدونك ويقولون بأنهم المقاومة الإسلامية وبأنهم تابعين إلى ولاية الفقيه، لهؤلاء فقط نقول لقد ضللتم الطريق. لبنان بحاجة إلى دولة مقاومة لبنانية واحدة برئيس واحد وحكومة واحدة وجيش وشعب واحد، لا دين ولا لون ولا تبعية لها سوى لله وللبنان. هكذا تكون المقاومة الحقيقية. وإن ننسى فلن ننسى شهيدنا الكبير الشيخ بشير جميل المؤسس الأول للمقاومة اللبنانية التي أبقت لهم ولنا لبنان. وقد قال: نحن قديسو هذا الشرق وشياطينه، نحن صليبه وحربته، نحن نوره وناره، قادرون على إحراقه إن أحرقوا أصابعنا، وقادرون على إنارته إن تركونا على حريتنا. ولما استشهد البشير أحسسنا أن لبنان استشهد معه، فكان لنا أميننا العنيد الذي قبل مشيئة القدر لكنه أبى أن يستشهد الوطن، فضخ فيه روح الحياة وهب بلبنان أعاصير كثيرة، إلى أن أتى رحمه الله شيخ الشباب الشيخ بيير. المحب الجامع، فجمع شمل الكتائب فقتلوه، وظنوا أنهم قتلوا حزب الكتائب فكان لهم شيخ لبناننا. يا شيخنا الحبيب سامي، أطال الله عمرك وهنيئا لنا وللبنان بك. إننا كلبنانيين مقيمين في المهجر نعتز ونفتخر بلبنانيتنا. نشكرك على متابعتك لقضية حقنا الدستوري في الاقتراع، ولك نقول: إنك صوتنا الصارخ، إنك حلمنا الواعد، إننا بك نعتز وبك نفتخر. حفظك الله، أهلا وسهلا بك، عشت وعاش لبنان.